انا في البدايه طبعا عايز اتكلم على نقطتين. النقطه اتفضل. الاولانيه، احنا قلنا اتكلمنا في النقاط القوه عندهم، قلنا ان كريم بامبو امبارح في النقاط القوه هو ان الراجل عبد الرحمن مجدي بيقطع، وكريم بامبو محمد الشامي بينزل كمهاجم وهمي، وقلنا ان كريم بامبو بيقطع من ورا ايمن اشرف، وده اللي حصل بالظبط. يعني لو جبنا الهدف هنلاقي ان الصوره او التحليل حصل بالنص. ايه المشكله اللي حصلت في النادي الاهلي من وجهه نظري الشخصيه، او ايه اللي مخلي منظر النادي الاهلي النهارده في الناحيه الدفاعيه مش حلو؟ وجهه نظري الشخصيه ان النهارده احنا بنلعب في ملعب، يعني الهدف اهو، بص من الاول بقى، هاته من الاول. النهارده احنا بنلعب في ملعب برج العرب، احنا بقالنا 5 ماتشات بنلعب في استاد الماكس، استاد النهارده ملعب برج العرب ده تحديدا مع لاسارتي بيفتح الملعب، بيلعب في مساحات كبيره جدا. دي المشكله الفنيه في النادي الاهلي، ان انت لما بتلعب في ملعب برج العرب بتفتح الملعب بشكل كبير. يعني بص حضرتك، ازارو مش باين في الصوره، اخر واحد ايمن اشرف يعني وياسر ابراهيم، فبالتالي دفاع الاهلي مكشوف من ورا. لكن لما انت بتلعب في مساحه ضيقه او دفاع كومباكت بتقلل عدد الفرص بتاعه فريق الاسماعيلي. لكن انت كمدير فني ممكن تعمل المساحه الضيقه. طبعا، بس لازم تقلل المساحه، يعني لازم ما ينفعش انت برضو تلعب في كمدير مساحه فني واسعه. اللي برضو من حقك او تقدر تقلل المساحه. طبعا ده كمدير فني، ما ده اللي انا بتكلم فيه، ان النقطه اللي بتحصل ان انت لما بتلعب في الملعب الواسع مع المدير الفني لاسارتي، دفاع الاهلي يعني بيبان ان هو شكله مش حلو. ليه؟ لان انت بتفتح الملعب بطريقه كبيره جدا، يعني المسافه ما بين، بتشتغل في مساحه كبيره جدا ما بين ازارو وما بين ياسر ابراهيم، خاصه بتبان في الملعب الواسع اللي زي برج العرب. عشان كده لازم لما تلعب في ملعب برج العرب او في ملعب واسع بصفه عامه لازم تضيق المساحات. عشان كده من وجهه نظري ان الدفاع الاهلي النهارده ما كانش ظاهر بالشكل الايه المناسب او بالشكل الحلو اللي الناس متعوده عليه منه. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية زي ما قلنا، كريم بامبو واحد من أهم المفاتيح للنادي الإسماعيلي. نيجي يمكن برضو النقطة الثالثة، التأخير في التغييرات، نقطة مهمة جدا. النهاردة مستر لاسارتي بصراحة اتأخر في التغييرات بشكل كبير. يعني أنا كنت شايف إن الشوط الأول إحنا باين إن إحنا مش حلوين في الشوط الأول، كان ممكن يعمل التغييرات بدري عن كده، خاصة كمان لو شفنا صالح جمعة لما نزل قلب المباراة. صالح جمعة لعب 21 دقيقة، صنع هدف، صنع فرصة لزملائه واحد، عمل مراوغتين ناجحتين، تاني أكتر لاعب عامل تمريرات طولية في المباراة رغم إن هو نزل لعب 20 دقيقة بس، عامل 8 تمرير طولي بنسبة نجاح 62.5%، تالت أكتر لاعب، دقة تمريراته القصيرة بتاعت صالح جمعة 93%، قطع الكرة مرة واحدة، رغم كل ده رغم إن هو لعب 21 دقيقة بس، تالت أكتر لاعب عامل كرات عرضية، 6 كرات عرضية بنسبة دقة 33.3%. إذا التأخير في التغييرات فرق شوية مع النادي الأهلي، إن أنت لما اتأخرت في التغيير جبت جون، فده أثر عليك في التغييرة الثالثة. لكن لو كنت بدأت التغيير مثلا ما بين الشوطين أو مع بداية الشوط الثاني دفعت بواحد زي صالح جمعة، كانت هتفرق. يعني كانت هتفرق حتى إن التغيير الثالث تأخره شوية، وبالتالي عندك مثلا لو اتزنقت بهدف أو استقبلت هدف كنت ممكن تدفع بمروان محسن يكون تغيير هجومية. دي من وجهه نظري اسباب التعادل النهارده، ولكن طبعا لسه الدوري طويل والاهلي هو الاقرب. لا الدوري مش طويل، الدوري فاضل فيه ماتشين، هو الدوري يعني طويل لا وقتا. لسه في مباراتين كمان الدوري طويل يعني وقتا. لسه يعني خلاص النادي الاهلي قرب من لقب الدوري، ومباراه الزمالك هي اللي هتبقى الحاسمه يعني لقب الدوري. تمام، نروح لواحد ايضا من نجوم هذه المباراه، محمد الشناوي، ونشوف ارقامه النهارده. محمد الشناوي دايما في الفتره، يعني الناس بتنتقده، محمد الشناوي في الفتره الاخيره بيقدم اداء كويس جدا في المباريات الاخيره بصراحه. يعني الماتش اللي فات عامل ماتش جامد جدا او مميز جدا، الماتش ده برضو النهارده عمل 4 انقاذات، انقذ انفرادين محققين في الشوط الاول تحديدا. وسبب الانفرادات الكتير ايه، او اللي على محمد الشناوي لما ينقذ انفرادين تحديدا، النقطه اللي اتكلمت فيها كابتن اسلام، ان انت لما بتلعب في ملعب برج العرب ملعب واسع، مستر لاسارتي لازم في المباراه اللي بيبقى فيها بتلعب فيها بملعب واسع لازم تلعب في مساحه ضيقه، لازم تضيق المساحه. ده اللي حصل برضو في مباراه سان داونز، نفس المشكله، لازم حد يتكلم مع الراجل ان انت لما بتلعب في ملعب واسع لازم تشتغل في مساحه اقل. هي دي المشكله الفنيه الموجوده في النادي الاهلي من وجهه نظري، ان انت لازم تضيق المساحه، ما ينفعش تشتغل ما بين ازارو، يعني ما بين ازارو وما بين محمد هاني او ياسر ابراهيم او اشرف، مساحه كبيره جدا، وبالتالي دفاع الاهلي بيبقى مكشوف. هي دي المشكله من وجهه نظري الفنيه في النادي الاهلي. لكن محمد الشناوي قدم اداء كويس جدا النهارده، زي ما قلنا انقذ انفرادين، تصدى ل4 تسديدات، نسبة نجاحه في التصدي للتسديدات وصلت ل80%، يعني هو تقريبا الكرة الوحيدة بس اللي دخلت فيه اللي هي الانفراد. خروج صحيح على الكرات العرضية 2، تمريرات طولية عمل تمريرة طولية واحدة بس بنسبة نجاح 100%، عمل 9 تمريرات قصيرة، خروج صحيح من المرمى لإبعاد هجمة 3، حصل على خطأ واستقبل طبعا هدف واحد. يمكن محمد الشناوي وصالح جمعة
ابرز اثنين النهارده، محمد الشناوي فرق معاك في الشوط الاول، كنت ممكن تخرج ان انت كسبان 1-0، كان هيبقى بفضل تصديات محمد الشناوي. وصالح جمعه نزل للامانه قلب المباراه ومسك وسط الملعب، تمام، غير شكل النادي الاهلي في الشوط الثاني مع نزوله. برضه نروح لعلي معلول لعب 90 دقيقه النهارده، خلينا نشوف علي معلول في ميزه، يمكن هو من اللعيبه ممكن النهارده النادي الاهلي بيفتقد بعض اللعيبه، ما كانش عندهم روح نوعا ما. علي معلول من اللعيبه اللي كانت بتلعب بروح دايما، هو عنده سرعه يجيب الكره بسرعه، دي شخصيه لاعب برضه. يمكن علي معلول لعب 90 دقيقه، دقه تمريراته وصلت ل 97% القصيره، ثاني اكتر لاعب عامل لونج باص، عمرو السوليه رقم واحد، معلول رقم اثنين، عامل 10 تمريرات طوليه بنسبه دقه 70%. اكتر لاعب ارسل كرات عرضيه علي معلول 16، بس من 16 كام صح؟ 2، نسبه قليله جدا. ليه بقى؟ ليه؟ لان المهاجم مروان محسن كنت شايف ان هو كان لازم يبقى ليه دور، لان هو مميز في العاب الراس، انت ما كانش عندك راس الحربه المميز في العاب الهواء تحديدا او في العاب الراس في يستغل الكرات العرضيه الكتير لعلي معلول. علي معلول عامل 16 عرضيه منهم 2 صح بس، فدي نسبه طبعا قليله. علي معلول عامل كرات عرضيه على الاقل مثلا يوصل 6 لو كنت دفعت مثلا براس حربه تاني او راس حربه زي مروان، دي النقطه اللي تفرق. برضو اكتر من صنع فرص كالعاده علي معلول صنع فرصتين، عامل محاولتين على المرمى وحصل على خطا. علي معلول قدم مباراه كبيره، كان ممكن بال16 عرضيه اللي عملهم دول يعمل له 2 اسيست، كان يصل لرجله المباراه لو كان في ترجمه لعرضيات علي معلول. اذا علي معلول برضو قدم مباراه جيده. طيب خلينا نروح بقى لوليد ازارو لعب 90 دقيقه النهارده. وليد ازارو يعني وليد ازارو كان افضل يعني من المباراه الاخيره، النهارده احسن شويه من المباراه اللي فاتت، يعني سجل هدف في المباراه، عمل محاولتين على المرمى جاب منهم هدف، احسن من المباراه اللي فاتت، كان بيلتحم اكتر لاعب جاب، حصل على اخطاء 6، نسبه دقه تمريرات 88%. يمكن دول يمكن افضل اربعه النهارده تحديدا، زي ما شفنا كوره الهدف اللي جابها وليد ازارو، زي ما قلنا محمد الشناوي، صالح جمعه، وعلي معلول وازارو، يمكن هم الاربعه اللي كانوا فايقين نوعا ما في الملعب. ياسر ابراهيم اقل شويه من الماتشات اللي فاتت، ايمن اشرف برده رغم ان هو يعني التحم وفاز بكرات كتير الا ان هو يعتبر متسبب في الهدف في الكره اكتر من كره اتلعبت من ظهره، فده برده في التقييم سواء ياسر ابراهيم او ايمن اشرف، اللي ظلمهم او اللي مبينهم بشكل وحش من وجهه نظري طريقه اللعب، ان انت تلعب في زي ما قلت لحضرتك في مساحه كبيره، فالدفاع بيبان مكشوف، وبالتالي ياسر ابراهيم وايمن اشرف بيبانوا بشكل وحش، رغم ان ايمن اشرف النهارده مثلا اكتر لاعب قطع كرات في المباراه 19 كوره 19 مره يعني، فدي نسبه عاليه، ولكن يبان قدام الناس ان هو ايه؟ ان هو قدم مباراه مش حلوه، لان هو الدفاع كان مكشوف، كان دايما في تمريرات من وراه، ليه؟ عشان بتلعب في مساحه، لكن لو انت مضيق المساحه اللي بتلعب فيها بانت النهارده عشان رحت لعبت في ملعب برج العرب، دي من وجهه نظري. علي معلول اتكلمنا عنه، محمد هاني عمل 9 عرضيات، محمد هاني الشوط الثاني احسن من الشوط الاول. الشوط الاول بصراحه كانش حلو فيه، الشوط الثاني احسن شويه، عمل 9 عرضيات منهم 4 صح. حسام عاشور يعني قدم اداء، في عنده تمريرات خاطئه كتير شويه، ما صنعش ولا فرصه، ما حصلش على خطا، يعني نوعا ما حسام عاشور اقل شويه. عمرو السوليه احسن، عامل اكتر لاعب كان بيبص لقدام، اكتر لاعب عامل لونج باص، عامل 13 تمرير طولي. عمرو السوليه راح محاولتين على الجون فكان افضل شويه من عاشور. وليد سليمان برضو حد كان يعني الميزه في وليد سليمان ان هو النهارده كان بيجيب فاولات، بيحصل على اخطاء، يعني حصل على 5 اخطاء، ولكن وليد سليمان لسه ما جابش المستوى اللي احنا متعودين عليه، يعني مثلا عمل محاولتين على المرمى بس ما صنعش ولا فرصه، يعني المفروض صانع العاب النهارده بيلعب مكان صالح كان يكون يصنع لك فرصتين ثلاثه، فوليد سليمان اقل من المباريات لسه ما جابش مستواه. حسين الشحات طبعا يعني حسين الشحات برضو مش الارقام بتاعته مش حلوه، يمكن هو ما صنعش ولا فرصه، تمام، ما عملش ولا محاوله صحيحه على المرمى. نيجي بقى لرمضان صبحي. رمضان صبحي معانا ارقامه برضو على الشاشه. نعم. رمضان صبحي دقه تمريراته القصيره 84%، رمضان كالعاده كل حلقه في الارقام بتبين في مميزات وفي سلبيات. يعني المميزات في رمضان ان هو من اكتر اللعيبه اللي بتلمس الكوره، من اكتر اللعيبه اللي بتعمل مراوغات ناجحه، ولكن المشكله ان هو بيفقد الكوره كتير جدا. رمضان في بعض الاوقات او في اغلب الاوقات بيفكر في الحل الفردي بس. لازم رمضان يكون جماعي اكتر من كده، يعني رمضان لما تلمس الكوره بالمعدل ده وتصنع فرصه واحده بس دي حاجه مش حلوه. تاني حاجه ان انت اكتر من فقد الكوره في المباراه 11 مره، دي حاجه برده مش حلوه. ليه؟ لان تفكيره دايما في الحل الفردي. والسلبيه اللي احنا بنتكلم فيها دايما عدد محاولات رمضان على المرمى واحد بس، نسبة دقتها 0%، فإذا رمضان محتاج إن هو في الفترة الجاية يكون جماعي أكتر، دي نقطة مهمة جدا.
يستغل المراوغات الناجحه. يعني انت دايما كل ماتش بتخرج 6 مراوغات ناجحه وخمسه واربعه، نسبه عاليه بالنسبه للدوري المصري لما لاعب يعمل 6 في ماتش واحد نسبه عاليه، ولكن لازم تستغل المراوغات الناجحه دي في الجماعيه، ان انت تعمل تصنع فرص تكون جماعي اكتر. النقطه اللي بعد كده برضو لازم تعمل محاولات على المرمى وتكون دقة محاولاتك تزيد. دي يعني رمضان صبحي مهم قوي ان هو الفينش بتاعه يتحسن عن كده في المباراة الجاية. هما نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال المباراة القادمة. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن سمير عثمان، هنتكلم معاه عن طاقم التحكيم في هذه المباراة.